كل سنة وانت، كل السنة وانت طيب يا دكتور. الله يسترك، الله يسترك، الله يجعلها دعوة من حظك ونصيبك. ايوه كده، نصبر لغاية لما نغير. اتفضل كنت يا عايز اسألك سؤال يا دكتور. اتفضل. هل يا دكتور فوائد البنوك يا حلال ام لهوي حرام؟ بالي، يا لهوي بالي، كتاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الله يرحمه، وشكرا يا المعاملات، دكتور. العفو، والمعاملات البنكية لا شيء فيها. حلت ونعجن ونضيع وقت على إيه؟ يا إخوانا الحياة كلها بقت تعاملات بنكية، الشارع بيترصف من البنك، المدرسة بتبني من البنك، الهدوم اللي أنت لابسها من البنك. حرم الدنيا بحالها بقى. ده كلام يقولوه الناس متخصصة في العلم، يبينوا الفرق بين البنوك وبين الربا وربا النسيئة وربا الفضل، لكن سهل جدا تودي الناس كلها بداية وتقول حرام 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 حرام. وبالمناسبة كلمة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد مسلم يرى أن الربا حلال، ما فيش مسلم كده، انما هو خلاف بين هذا الشيء، هل هذا الشيء ربا؟ يراه بعضهم ربا ويراه بعضهم ليس بربا. لكن ايه حكم الربا يا محمد؟ حرام. ايه حكم الربا يا عبد الحميد؟ حرام. كل المسلمين عملنا ايه؟ قلنا شيء، اللي بيحللوا الربا، يحللوا الربا يبقوا كفروا. لسه في حتة فنية في الثانوية الأزهرية في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من حمل علينا السلاح فليس منا. ده كحديث مقرر على الثانوية الأزهرية، يا رب يكونوا بيسمعوني كلهم. من حمل علينا السلاح يعني أراد قتالنا فليس منا. ليس منا دي لها معنيين اتنين، ليس ممن يتصف بكامل أخلاقنا، يعني مسلم ناقص لكن مسلبوش من الدين. والمعنى التاني ليس منا يعني كافر. امتى يبقى كافر؟ لو استحل قتالنا، لو رفع السلاح وقال اضرب ولاد الجزمه دول، اضرب هلع، اكلهم حلال، بقى كافر. اما لو تأول فأخطأ كما تأول السادة الصحابة فهذا ليس بكافر وحسابه عند ربه. يا الله أكبر. نادر وأم نادر، ست أم نادر، ارحموني من ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في واحد قريبنا كان خد مني 2000 جنيه بقالهم في حدود 6 7 شهور، فهو ناسي ان اداهم لي وانا ناسي ان انا خدتهم. اتصرف ازاي؟ اليمين على من ادعى واليمين على من انكر. انت ناسي وهو ناسي، ولا حاجه ابدا نهائي. الاصل السداد والاصل براءه الذمه، دي قاعده فقهيه، دي قاعده فقهيه فقهيه. يلا جودها عشان طلعت كف اول مره. يعني هو يا حبيبتي، يا حبيبتي، قال انا سددت. المشكله عندك انت، انت اللي ناسيه، لكن هو براءته راحت، لان في قاعده بتقول زي 2 في 3 ب6، 2 في 4 ب8، 2 في 5 ب10، الاصل براءه الذمه. فقال انا دفعت يبقى صادق. نيجي بقى لو عند القاضي، اليمين عندك انت تحلفي، او هو يجيب شهود ان هو دفع لك الدين اللي عليه وتنتهي القصه. لكن انا ناسي، انا يلي عليا الدين، الدين معايا، بقول انت بريء ذمتك على حسب الاصل. التاني ناسي، يبقى كانه خده.